بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأحباب. إن شاء الله في عجالة بسيطة جدا هنشرح لكم إزاي تعمل بيان التقييم الذاتي أو سيلف أسسمنت شيت. هنبعت لك أنت خلصت الامتحان وخلصت المناقشات المفروض وخلصت تلخيص محاضراتك وخلصت البحث وخلصت كل شيء، ودي اللي هي الحاجات اللي احنا قلناها اللي هي بتؤهلك إن شاء الله إنك تتخرج من الكورس. فبنبعت لك دلوقتي ده الجزء الأخير بيعتبر من الكورس، وهو نقول عليه نقدر عليه نقدر نقول محاسبة الذات والصدق مع الذات في تقييم نفسك. بنبعت لك حاجة اسمها سيلف اسسمنت شيت. السيلف اسسمنت شيت زي ما احنا قدامنا موجود عندنا على الكابينج ثيرابي. سيلف اسسمنت شيت هيبقى عندك في خانة فيها 4 حاجات، علينا 4 أهداف هنا نتكلم عنهم، والحاجات دي اللي هي أساس ما اتفقنا عليه في هذا الكورس. رقم 1، حضرتك بتقر بأنك تفهم جيدا، بتقول أفهم جيدا بأنني مسؤول عن أي خلل أو تحريف حقائق في هذا التقييم، يعني ما ينفعش تكذب فيه. خلي نفسك مراية أمام نفسك وأمام ضميرك وأمام الله سبحانه وتعالى. أتفهم جيدا بأنني قد حصلت على المادة العلمية بكافة جوانبها كغيري من المتقدمين للكورس. المادة العلمية تم تقديمها لك كما قلنا لك عن طريق المحاضرات وإتاحة الفرصة للمناقشات والإجابات على الأسئلة والمراجعات اللي هي الخاصة يوميا على المجموعات والردود على الأسئلة إلى آخره. و كذلك أعطينا العملي والعملي ونظر العملي والعملي البراكتيكال وكل شيء خاص بالكورس كما تعهدنا، حضرتك استلمته. النقطة الثالثة، أتفهم بأنني مهما تعلمت فما زلت أحتاج للتطوير والتعليم المستمر، وده إحنا بنخلي مسؤوليتنا إن إحنا أعطيناك هذه الفكرة إن الإنسان يظل يتعلم حتى يموت. أنت ما وصلتش لمرحلة إن إحنا مثلا بعض الناس يعطوك دورة كورس أو 2 أو 3 أيام إلى آخره ويديك كارنيه ويقول لك روح زاول وقطع في الناس واعمل كذا كذا. لا، إحنا بنقول لك إحنا إدينا لك، حاولنا إن إحنا نفتح لك أبواب من العلم، ولا تتوقف عن ذلك واستمر في طلب العلم حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأن نرحل عن هذه الدنيا. الجزء الرابع، أتعهد بأنني لم أغش ولم أخالف أي أخلاقيات تم تعليمي إياها الآن ومستقبلا في الامتحان اللي احنا اعطيناه لك، وثقنا فيك، وتتعهد بأنك لم تغش، وهذه يحاسبك عليها الله سبحانه وتعالى وضميرك. فده الجزء الأولاني. الجزء الثاني من السيلف أسسمنت شيت، النقطة الأولى والمهمة، لابد أن تعرف أن استخدام نموذج التقييم الذاتي أعلاه اللي انت هتستخدمه دلوقتي للتعبير، هو للتعبير عن ثقتنا بك وثقتك الأكاديمية في كورس وبرنامج الحجام المطول الذي قدمناه لك. لذلك انت هتقيم نفسك بالتزام بهذا الجدول. الجدول الأولاني الخاص بالإيثكس الأخلاقيات والكورس موديول أو وحدات الكورس اللي انت أخدتها. خلاص، نبدأ بالأساس. الجزء الأول ده اللي بينجح فيه، يعني اللي بيعدي 60% منه، اللي بيعدي 60% في هذا غير مطلوب منه ان هو يعيد التحريري، ولكن اللي يعيد الامتحان التحريري، ولكن اذا كان النسبة بتاعك اقل من 60% في هذه الحالة لابد ان انت تعيد الامتحان والامتحان فقط. خلاص، حتى لو في الاسسمنت العام او في التقدير العام لك ان انت عديت 60% ككل، ده لابد ان احنا نكون حطينا فيه الحسبة. خلاص، طيب عندنا هنا تحريري ورقة اولى، حضرتك عرفت درجتك اكتبها لي هنا. تحريري ورقة تانية، عرفت درجتك اكتبها هنا، وبعدين اجمع الاتنين على بعض وطلع لي الدرجة بتاعتك اللي انت اخدتها اكتبها هنا. الدرجة بدون منح 2.5%. بعد كده احنا عملنا لك 2.5 درجة منحة عشان يرفعوا عدد ليس بقليل من الاخوة اللي هم جابوا تحت 60% في الورقة. هتقوم حضرتك الدرجة بمنحة الرفع هتضيف 2.5 على السكور اللي انت جبته في الورقتين. خلاص، وهيديني في النهاية الدرجة النهائية اللي هي بمنحة الرفع زائد 2.5%، اكتبها هنا. بعد كده
بنعمل التالي: الدرجة النهائية اللي بمنحة الرفع اللي انت بعد ما ضفت 2.5 اقسمها على 50 واضربها في 100، هيطلع لك النسبة المئوية بتاعك. اكتبها هنا، طلع لك 60%، 70%، 80، 90، زي ما انت بقى كده اكتبها لي هنا. خلاص، اللي ميعرفش يعملها سيبها، لان احنا طبعا هنراجع كل حاجة. الجزء الثاني اللي هو الخاص بالبراكتيكال ايثكس، الاخلاقيات العملية، والجنرال اند براكتيكال موديولز اللي هي الكورس ككل، خلاص، اللي هي فترة الدراسة. عندنا المديول، وكل مديول فيه 10 بوينتس، 10 نقاط. خلاص، انت هتقيم نفسك، هتدي لنفسك كم من 10. المديول الاول هنا بيقول لك I attended all lectures and all group discussions، حضرت جميع واجباتي وجميع المناقشات على المجموعة. يعني انت بتقول انا حضرت كل المناقشات على المجموعة وكل الالتزامات اللي موجودة على المجموعة. اذا اقريت بذلك مكتوب لك الدرجة 10، اكتب هنا 10. خلاص، احنا طبعا بنراجع ونعرف الاجابة هل هي صادقة لا، او احنا في الاصل عندنا عاملين اسيسمنت اساسا قبل ما نختبرك في هذا الاسيسمنت لنفسك موجود. ماشي، ده الجزء. فيعني هنقول مثلا ايه، واحد حضر نص نص وما كانش مشارك او كده، يعني ادي نفسك بقى من 10. يعني ممكن واحد غايب خالص او مجاش، ادي نفسك 0 من 10، 1 من 10، 3 من 10، 5 من 10، 7 من 10، 10 من 10، مع العلم ان محدش يستحق انه ياخد 10 من 10. خلاص، اللي ياخد 10 من 10 ده يبقى واثق ان هو فعلا ما غابش ولا يوم ولا اسبوع عن المحاضرات، وكان حاضر في جميع النقاشات، ودي طبعا لم تحصل لأي فرد في المجموعة. طيب، الاسسمنت للموديول الثاني: I listened carefully to classroom discussions، استمعت جيدا لجميع المحاضرات وقمت بتلخيصها وإرسالها للمحاضر. يعني حضرتك فتحت كل روابط المحاضرات اللي اتبعتت لك واستمعت لها كلها ولخصتها كلها، خلاص، وبعتها للمحاضر، بعتها، عندك هنا الدرجة، البوينتس، النقاط بتاعها 10. حط لنفسك كام من 10. افرض ان انت ملخصتهاش كلها، لخصت نصها او 3/4 الى اخره، قيم نفسك بشرط انك تكون ارسلت التلخيص. قيم نفسك هنا، حط لنفسك بقى 5 من 10، 6 7 8، 10 من 10. فكل نقطة هتحطها هتتراجع، ولازم التقييم اللي انت بتحطه لنفسك لازم يكون فير ومنصف، على اساس اما بتيجي لجنة الكنترول بتراجع كلامك تلاقيه مطابق ونسبة الخطأ فيه زائد او ناقص 1. زائد او ناقص 1 يعني ايه؟ يعني وجهة نظرك لوجهة نظرنا، ما ينفعش ان انت مثلا تكون تستحق 6 وتحط لنفسك 10 او 9، انما لو حطيت 7 الواحد زيادة ده مثلا مقبول. ولو قللت 7، احنا ممكن قللت عن السبعة، هي مثلا 7 وحطيت 3 مثلا، لا احنا هنديك حقك، بس ما نسبة الزيادة في التقييم لا تزيد عن نقطة واحدة، وكن صادق مع نفسك. طيب، بالنسبة لهذا الجزء، موضوع المحاضرات، الكلاس روم ديسكشنز أو المحاضرات، في ناس هنسأل بقى، بقول لك هل لخصت المحاضرات؟ لو ما لخصتهاش اختصر واكتر كلمة لأ على طول، يبقى أنت بتوفر علينا، في التالي هنا دي أنت هتسيبها فاضية. ماشي، النقطة الأولى دي للناس اللي هم لخصوا كل شيء والتزموا كل شيء وبعتها خلاص، ماشي، وتأكدت إن إحنا استلمناها خلاص. طيب، واحد متردد، اسأل نفسك بقى، مراية، مع اقعد مع نفسك، هل لخصت المحاضرات؟ لأ. لو أنت متأكد لأ، اختار لأ وريح نفسك بقى. طيب، هل أرسلت التلخيص؟ طب لو أنت لخصتها، هسألك تاني، هل أرسلت التلخيص؟ قول لي أيوة أو لأ. طبعا أرسلت التلخيص،
خلاص. ايوه لو على الواتساب موجود، لو على الايميل موجود، موجود ومعروف هل ارسلت ولا ما ارسلتش. ولو سقط مننا وبحثنا ان فلان قال نعم ارسلت التلخيص وما لقيناهوش التلخيص، هيبقى حضرتك مطالب انك تبعته خلاص اذا كنت انت لم ترسل. طيب هل ارسلت التلخيص؟ لو ما بعتوش هتختار لا، تعمل دايرة حوالين لا، وبعدين قيم نفسك بقى. طب انت لخصت، لخصت اقل من 50%، اقل من النص كده لخصته، اعمل لي صح او غلط. لو اقل من النص خليك شفاف واعمل صح، يعني اقل من 50% خلاص. طيب لخصت اكتر من 50%، لو زيادة عن 50% عن النص من التلخيصات اعمل لي برضو اختار صح. طب في واحد ما استمعش المحاضرات خالص بقى، يبقى لا استمع ولا لخص، اكتب لي هنا، اعمل علامة على الصح هنا. يعني الوارد ان ما يتعملش طبعا علامة على الاكس دي خالص، الاكس دي يعني الخانة دي محطوطة عشان تعمل توازن في الشيء، لان المعنى واحد. لو انت لخصت اكتر من 50% هنقول لخصت اقل من 50%، لا يعني معناك ما لخصتش خالص. المفروض تقول لي انا ما لخصتش خالص، هل تقول لي لا؟ فانت لو اخترت لا هتنفي علامات الاكس دي كلها خلاص. طيب لو ارسلت التلخيص نعم اختار نعم. طب افرض انت لخصت التلخيص، تلخيصات بتاعك ما بعتهاش، اختار لا ما بعتهاش. بعد كده لو انت ما بعتهاش بقى بسألك، لخصت أقل من 50%، أكتر من 50%، ماشي. طب أنت ملخصتهاش ليه؟ أنت ما استمعش محاضرات خالص؟ لما استمع المحاضرات واخد بالك؟ بس لأن بعد كده لو أنت ما أرسلتهاش، لو أنت هل لو اخترت لا لم أرسل وكتبت لخصت، يبقى أنت مجبر إنك تبعت التلخيص بتاعك في فترة زمنية معينة. طيب النقطة اللي بعد كده في التقييم، I ask it and answer questions، يعني انت جوه المجموعة وقاعة المحاضرات والمناقشات ان انت سألت واتسألت وجاوبت، يعني كنت اكتف في المجموعة والتزمت جيدا بطرح الاسئلة والاجابات، وكانت مشاركتي بنسبة معينة خلاص. بنسبة، النسبة دي ممكن تكون 50%، 10%، هي النسبة دي كام من 10 اللي انت هتحددها بقى، 1 من 10، 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10، 10 من 10، واحنا زي ما قلنا 10 من 10 دي مستحيلة لأي حد خلاص. فأنت حضرتك هتقيم نفسك وتحط النسبة بتاعك كام نقطة من 10 في مشاركاتك في كل الأسئلة والنقاشات على المجموعة. البند المديول الوحدة اللي بعد كده اللي هو البروجكت، مشروع التخرج، I made my project، عملت مشروعي، أنهيت مشروعي كاملا وأرسلته المحاضر. طيب لو أنهيت مشروعك كاملا وأرسلته المحاضر، بينك وبين نفسك كده قيم نفسك، حط لنفسك كام في المية تستحق فيه من ناحية إخراج، لأن احنا هنراجعه وبعدين هنقول لك أنت كام في المية هتاخد خلاص. طيب افرض إن أنت المشروع فيه نوع من القصور او التردد، فانا هسألك سؤال مرة تانية، النقطة دي بقى هتسيبها مالكش دعوة بيها، الكلام ده للي واثق انه انهى المشروع وبعته. طيب هسألك هنا، هل انهيت مشروعك؟ اكتب لي نعم او لا. طيب لو انت انهيته، هل ارسلت المشروع؟ نعم او لا، ممكن يكون واحد خلصه بس ما بعتوش. طب هل انهيته؟ يعني عملت المشروع لم يكتمل ولم يتم ارساله، ان انت بدأت فيه ما كملتوش وما بعتوش، اختار. ولا ارسلت جزء منه فقط، يعني ارسلت جزء والباقي نسيته او ما جاش عندك وقت، هنا بتختار. واحنا بنقيم الاجابة بناء، بنقيم النقطة بتاعك بناء على اختيارك انت يعني. طيب بالنسبة للبحث، I finish my research، أنهيت بحثي وأرسلته خلاص. هي النقطة هنا ملاش حل بقى، يعني هتكتب لي هنا اختار لنفسك وشوف البحث بتاعك وحط لنفسك درجة من 10، وهنا محدش
يحط الدرجة النهائية، لأن محدش خد درجات 10 ولا حتى في البحث 9، خلاص؟ يعني أعلى درجة تحطها لنفسك هنا 8. I finished the video. طب بالنسبة للعملي الجزء الأخير، I finished the video، أنهيت فيديو العملي وأرسلته. لو لأ اعمل علامة على لأ، لو أرسلت البحث لأ اعمل علامة على لأ وريح نفسك، خلاص؟ طب أنهيت فيديو العملي وأرسلته، لو أرسلته ادي لنفسك، قيم نفسك كام من 10 حسب الانتقادات والفيديوهات اللي احنا حطيناها قبل كده، وبناء عليها تقدر تقيم نفسك وحطها. بنراجع احنا ونشوف تقييمك مناسب بنسبة كام في المية. في النهاية بقول لكم consider how you honestly responded to your academic behaviors. How do you believe your behavior affected your academic success؟ ودي معناها أن تضع في اعتبارك كيف أن بصدقك في تقييم سلوكياتك الأكاديمية لأي درجة سوف يؤثر على نجاحك ودرجتك الأكاديمية. وفي حال مخالفة هذا الصدق عند المراجعة تسقط كافة حقوقك لدينا. خلاص؟ دكتور عبد الناصر توحيد، لجنة الكنترول وتطوير منهجية الصفوة، الكورس البرنامج المطول لتعليم الحجامة 2019، محاضر دكتور عبد الناصر توحيد، اللي هو من 1 يناير وحتى 30 مارس، اللي هو كان آخر يوم لبس درجة الامتحان. وده معناه إن لو أنت ما عملتش العملي، إياك أن تكتب إن أنت خلصت وعملت وأنت ما بعتوش، لأن في الحالة دي بتحط بتخسر الدرجة كاملة وتحط في قائمة سوداء، لأن ده بيكون فيه كذب وهكذا. خليك صريح مع نفسك، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وهو ده السيلف اسسمنت، وده الامتحان الأخير لكل واحد مع ضميره إن شاء الله رب العالمين. ونتمنى إن نسبة النجاح في السيلف اسسمنت أو التقييم الذاتي للذات هنا تكون 100% إن شاء الله من الجميع بإذن الله، لأن هي عليها درجة توضع في الاعتبار، والدرجة دي خاصة بنا إحنا يعني.